ما نقبل أنه البعض يحاول أو من يعتقد أنه ممكن نخلي الناس تطلع في مواجهة المؤسسات الرسمية. وأكو من يقول يطلعون مظاهرات، وأكو من يقول يطلعون يسوون عصيان، وأكو يطلع يقول أنه راح ترجع أيام 2013 ما سويناها وما نسويها ولا نسويها. ما نقبل. احنا نريد مجتمعنا آمن، مجتمعنا مستقر. طلبي منكم عبروا عن رأيكم بدون ما تسمحوا لأحد أن يخرب أمنكم. احنا ما نطلع على السريع. انتوا دازينا نجيب، احنا دازينا نجيب حقكم، دازينا نمثلكم. اذا البعض السابق كان يدفع الناس ان يكونون امامه، احنا نقول لا، احنا امام الناس واحنا حايط الصد مالتهم. احنا حايط الصد مالتكم. وما نقطع درب، وما نقطع درب ولا نخالف قانون، ولا نخالف قانون. ولا نخالف قانون ولا نسمح للغربان السود اللي كانت تعود. ما نقبل، ما نقبل. ونرددهم بالصندوق مال الانتخابات، نرددهم من ما جو. والغربة اللي يريد يعتدون على محافظاتنا أيضا نرددهم من ما جو.